السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا فيكم مشاهدينا في ثاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك. نتواصل معاكم وبرنامجكم فيه العافية، وطبعاً المزيد من طبخات أم خالد وسوالفها الحلوة. هلا فيك يما. هلا مرحبتي. بشريني عنك، شخبارك؟ والله الحمد لله. شلون قضيتي يومك الأول من رمضان؟ والله الحمد لله كله إن شاء الله سهل، والحمد لله الله ياجرنا. مر سهل سريع. الله يكتب لنا إن شاء الله فيه الأجر يا رب. اللهم آمين. الله يسلمك. واليوم شو مسوين يما؟ اليوم بعد نفس الشيء، نفس أمس. هاي اليومين كله بنسوي لهم الأطباق التقليدية الرئيسية على الرئيسية على المائدة الرمضانية، هي على سفراتنا اللي ما تحلى السفرة إلا به. اليوم هريس. هريس أمس كنا مسويين ثريد باللحم، واليوم بنسوي هريس بالدياي. بالدياي غيرنا شوي. إذا اليوم هريس بالدياي. وبالنسبة حق الحلو للجيمات، الجيمات هاي اليوم بتشوفين مغامرتي مع الجيمات. يعني العام رمضان اللي طاف سوينا اكثر من طريقه بالجيمات. ايوه سوينا الجيمات باللبن. كنا لا العام كنا بالقشطه العام. لا ما باللبن والله، عشان نسوي لهم اكيد بالقشطه مره ان شاء الله باذن الله. سوينا الجيمات باللبن وسوينا الجيمات بالبطاطس. أيوة. وهذه كانت مغامرتي معاها، بتشوفينها ان شاء الله. و... يعني سويت الجيمات من وراي. سويت الجيمات من ورات، شفتي شلون؟ والله عاقبني. عموما كانت تجربة حلوة وتعلمت منها درس بقوله لك بعدين إن شاء الله. خليني في البداية أقول حق مشاهدينا مكونات ومقادير هريس الدجاج. 1 كيلو حب هريس، دجاجة كاملة وصدر دجاجة، ماي وملح. هاي بالنسبة حق الهريس. أما مكونات ومقادير للجيمات، 1.5 كوب طحين جميع الاستعمالات، 1/2 كوب طحين رقم 2، فنجال سكر، 3 ملاعق كبيرة حليب مجفف، 2 ملاعق صغار خميرة فورية، بيضة، لبن، شيرة، زعفران، سمسم للتزيين. هاي بالنسبة حق الجيمات. طبعا الحين ما نبتدي بإيش؟ نبتدي بالهريس. صحنا الماي احنا، والهريس مثل ما تعرفون انه ياخذ وقت، يعني ما يبي له ساعه، يبي له من 4 إلى 5 ساعات. احنا اليوم بنسوي لكم الطريقه تشوفونها ان شاء الله. هني هاي المرقه ولا هذه الماي انا سخنته. هذه شغلك بس تعديت عليه. لا مش تعود. الحين يعني الحين سخناش كثر، سخنا الماي وحين عندنا الدجاج مغسول وهذه وبنزل عليه. يعني اجيب الدجاج. ايوه بس عاد انطره بس يطبخ شوي. هو حار. هو حار خلاص. فمثل ما انتم عارفين اللي هي تاخذ وقت عندنا الهريسه. احنا بنراويكم الطريقه. انزل بس الماي اللي في ايوه نزليها. الهريس هو أكلة تقليدية أكيد وكلنا نحبها، احنا في الخليج بالذات نحب الأكل الهريس، وعلى موائدنا وفي عزايمنا وفي أعراسنا دائما نستخدم الهريس. وبعدين الهريس هو صحي يعني مفيد. أنا نزلت بس ما سألتك. نزلي حد يحبه على لحم، حد يحبها. اللي أنا مسويته على لحم بس اليوم حبيت أنوع أسوي لكم دجاج. بعض بنات الحين بعد ما يأكلون لحم، أكثرهم يأكلون كله دجاج. حبينا اليوم نراوي بناتنا هريس الدجاج. هو نفس هريس اللحم، اللهم يختلف لي دام، ذاك دامه لحم وهذه دامه دجاج. ما أنت شو تفضلين؟ والله أنا أفضل اللحم، خصة الهريس حلو على لحمة العجل اللي هي البقر العربي، حلو عليه الهريس يكون تربطها. احنا قلتها يربط الحمى تكون اكثر من حب الهريس، تنربط عندنا الهريسه كثره لدام ونقلل حب الهريس تنربط عندي، والهريس ياخذ وقت مثل ما قلت لكم. الحين انا بس براويكم شلون بناتنا وحبايبنا شلون الطريقه،
بعضهم ما كلهم يعرفون وما شاء الله عليهم امهاتنا وخواتنا. بس طبعا انت تعيدين بالنسبه حق الناس اللي توهم مثلا احنا نعيد اكلاتنا وطبخاتنا من رمضان لرمضان، لان في ناس كل رمضان يتعلمون مثلا الطبخات الجديده، يعني كل سنه في من يبي يتعلم، كل سنه في واحده مثلا توها متزوجه حابه انها تتعلم، حابه انها تدش المطبخ، وبالذات تتعلم اكلاتنا احنا، اكلات بيوتنا، اكلاتنا التقليديه هذه التقليديه، وما حد يستغني عن الثريد ولا الهريس ولا الساق، وهذه كلها اكلات اهلنا الاوليين اللي ما كان عندهم يعني لا افران ولا شيء، اضطرون يسوونه على الحطب. وحين الحمد لله أعتقد الحين فرصة أن الأخت اللي اتصلت أمس وسألتك شلون أعرف أن أنا أنظف إيه خلنا قطي بس عشان يزم، إحنا نقول يزم الزفارة نقول لك وإذا زمت بنشيلها بس بنكتب الحين بس ننطره يطبخ شوي على أساس بسلنا حب الهريس عشان ينقع كل ما نقعت عندنا الحبة، كل ما نقعت عندنا الحبة صارت ألين حق الطبخ. لو كانت شوي ما نقعناها من وهل تصير شوي يابسة، لكن لين نقعناها مثلا ساعة ولا ساعتين نانت عندنا. وحين حبنا احنا الحمد لله حبنا زين، يعني ما يحتاج تعب مثل أول. الأولين مساكين هم اللي يتعبون فيه، الحين لا، ين الأولين بالقشر ويطقون لهلنا الأولين مثل ما قلت لكم أنا العام يطقون في المناحيز، يتيامعون عليه نسوان الأول وتنادون ويطقونه في المنحاز لين يروح عنا القشر، لكن الحين الحمد لله يجينا منظف وزين ولا في قشرة، وهو عبارة عن قمح. إيه وحب قمح الحين ومفيد يعني. هريس بالدياي احنا اليوم بنسوي حق بنسوي شاء، لكن انت في عزبتك سويتي هريس باللحم. باللحم خلونا مشاهدينا نروح مع ام خالد عزبتها ونشوف التقرير اللي سوت لنا فيه هريس اللحم في عزبتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم اليوم مرة ثانية نشوف اللي نسوي اليوم طبق الهريس اللي هو مشهور عندنا في الخليج، وإحنا نستخدم الهريس في عزايمنا وفي مناسباتنا وفي شهر رمضان بالذات. اليوم نعرفكم على مكونات الهريس اللي هو اللحم والحب، حب الهريس والملح والدهنة القطرية. لي سخن الماي عندي بنزل اللحم. الناس تطبخ اللحم مع الحب، لكن احسن شيء ان احنا نطبخ اللحم بروحه. دائما اكون اخلي اللحم اكثر من الهريس عشان تربط عندي. اذا حطيت كيلو حب هريس احط كيلو ونص لحم. بعد ما شلينا زفرة اللحم وغسلنا الحب، لازم الحب النقعه وبنكته على اللحم عقب ما شلينا الزفرة. بس بحركه لين يعطيني يصير لونه ابيض ويسوي يذوب حبة الهريس وتنصف نصفين، لما هوس عليها تنصف عندي نصفين كذي. أقوم أقدر أني أنا أسكره، نقول يعني نخلي على نار هادية ونحط تحت الحديدة وأحط عليه السلفة، هو يبي له من 6 إلى 8 ساعات. مثل ما شفتوا عقب ما ضربنا هريستنا وربطت معانا، ضربناها اللي هو التقليدي، يعني ضربة التقليدي. بعضهم قلت له مثل ما قلت لكم يحب اللي هي الماكينة،
نبنا نشبها في الصحن. وعدل بالدهنة القطرية. الأوليين كله يجسمون الهريس في الصحون، يستانسون اليهال أيام رمضان كانوا يستانسون وقت ما يكون الأمهات تضرب الهريس، يجمعون اليهال عشان يروحون كل واحد ياخذ صحن يودي بيت فلان بيت فلان يستانسون. طبعا هاي كان الهريس باللحم اللي سويته لنا ام خالد في عزبتها، يعطيك العافيه يما. الله يحفظك. تسلم يدك، خاطري كنتي تعزميني واذوق. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه حق الهريس بالدياي مو باسهل؟ اسهل لكن يعني هل ياخذ نفس الوقت اللي ياخذه هريس؟ كله هو المشكله في الحب، يعني اللحم ينضي مع الحب. كان اللحم البقر يناضي اللحم يناضي الحب على طول، ليش عيل من نشيل احنا زفارته نكت الحب عشان الحب يناضي اللحم. عشان كذي ودي يا ادي لا اسهل من النبي ينضى بسرعه، لكن مشكلتنا في الحب. غير الهريس اللحم وهريس الدجاج في انواع ثانيه؟ بس يما هريس لحم هريس دجاج. واول بعد ما يسوون الهريس الا على لحم، الاولي كلش اهلنا ما يسوون يعني الا على لحم. هاي شيء جديد؟ هذه شيء جديد الحين يمك البنات الحين ما ياكلون لحم. معظمهم يقول لك احنا ما ناكل لحم. سوينا لهم اليوم هريسه الدجاج. حق البنات اللي ما ياكلون اللحم. اذا طبعا احنا في وقت التقرير حطينا الزيت حق الجيمات على اساس انه يسخن ويكفينا انه يعني طبعا لما انت قلتي ان الزيت لازم يكون حار حق الجيمات. اي لازم حار لان شفتي العام شوي خذ معنا وقت. عاد السنه احنا ما نبي نظلمه مسكين. بنسخنا قبل. طبعا الحين تعرض عناوين التواصل الاجتماعي حق مشاهدينا اسفل الشاشه للي حاب يتواصل معنا او يرجع يشوف الحلقه. طبعا هي الساعه 7 صباحا تنعاد حق اللي حاب يرجع يشوف الحلقه مره ثانيه. يلا امي الحين اعطينا حبنا. ايش اعطيك؟ الحب امي. ان شاء الله. انزل الماي اللي فيه؟ اي كنتي بس الماي مو عنا. الحين احنا نحاول نشيل زفارات الدجاج عن الماي عشان اللي يسوي لنا هريستنا ما تصير في زنخه اللي هي زفارات الدجاج. والهريسه اكيد اكلها طيبه كلنا يحبها. في متصله امس مساله شلون اعرف الزفر وشلون اشيله وكذا، الحين يمكن يعني احسن صوره انها تشوف. اي والله يا ليت الحين تحضر وتشوف شلون يعني شلون يتكون وينشال. يحتاج وقت ان احنا نشيل ونشيل ونشيل صح؟ يحتاج وقت بس ان كل ما غطيناه كل ما طلع عندنا اكثر واكثر. خلاص الحين كذي هو صفى عندنا مي. يما احنا كل ما قلنا بنسوي هريس شفنا يعني مثلا او حد من امهاتنا بيسوي هريس شفنا هالجدر. اي فهالجدر في علاقه بينه وبين الهريس، هاي الجدر الوحيد اللي يصلح حق الهريس ما يصير نسوي جدر عادي؟ بقول لك ليش؟ انا سالت عنه ناس وايد قالوا هذه لان من تحت عريض ومن فوق جبيب يجمع الحراره البخار اللي يطلع، لو كان مفلطح تطلع يطلع البخار، فهو شلون يجمع البخار. خاصه اللي غطيتيه الاول بعد يدفنونه الاول الهريس يدفن ما يحفرون له حفره ويدفنونه ويلحفونه بخياش ويحطون فوقه يمر، يعني من تحته يمر وفوقه يمر ويلحفونه بخياش يبللونها ويحطون عليه الحصى ولا شيء ثقيل، بس هم يحطون عليه مثل ما قلت لك يلحفونه بالخياج ويحطون عليه شيء ثقيل. انت سويتي في العزبه؟ لا انا ما سويت. الطريقه الجديده هذه طريقتنا طولينا وانا اقول لك لان كان الحب جاسي وايد مو مثل يحتاج حراره عاليه. اي هاي كيلو حب هريس نقعناه طبعا، يعني مش كثر ينقع الحب قبلها؟ والله بكل ما مثلا ثلاث ساعات ساعتين يعني بيكون احسن، كل ما انفلقت عندنا الحبه كل ما اعطتنا النتيجه احسن. احنا هنا حطينا الحب اقل من الدجاج.
عشان يكون تنربط عندنا، كل ما اكثر الليدام مثل ما قلت لكم يربط الهريسه. الحين نروح حق القماسنا. ما ضفنا الملح، الملح متى نضيفه؟ اخر شيء اخر شيء لين نسكرها ونحط عليها القصدير. قبل لا نحط عليها القصدير نحط عليها ملحته ويذقونها، كان ملحته زينه خلاص نبتدي نسكرها بالقصدير ونحط. هنا كان عندي في البيت احط عليها ترسلي جدر ماي واصب واحطه فوقها عشان خلاص البخار يقعد داخلها، عشان كذي مسوين هاي الجدور. وبالنسبه حق النار، نار عاليه ولا لا؟ تخلينها نار واطيه على راحتها. يعني الحين احنا مخلينها على نار عاليه لين تطبخ. بها طبخت اهدي عليها النار بس اما هي تاخذ، قلت لك انا من 5 ل 6 ساعات. يعني اذا تكون الهريسه المربوطه عدل، يعني لو المنثيه رحت حق فلان وكليت هريستهم كأنها علوج مربوطه، يعني اي مترابطه اللي شلوها يقولون هريستهم مربوطه مترابطه مع بعضها ما تنقص، يعني تاكلينها خاصه اذا كان فيها اللحم كان فيها بعد الدجاج، كانت على دجاج دجاجها اكثر، وكانت على هريس كانت على لحم هريس لحمها اكثر. يمي اذا يما الحين نقول حق مشاهدينا تواصلوا معنا عبر الارقام اللي تشوفونها اسفل الشاشه 5481 فاصل، ونرجع نكمل معاكم هريسنا والقيماتنا. رجعنا لكم مشاهدينا، والحين بنبتدي طبعا في القيمات. إيه. الجزء الثاني من الطبق. اهم شيء انت ولعتي على القيمات على الزيت الدهن. إيه. الحين ايوه خلاص. النار عاليه عليه على اساس انه يسخن. ايوه على اساس انه يسخن وهني ننطره يطبخ. ايوه خلاص الحين بناخذ هاي منخن حلو ذي المنخل، صدقين قديم احسه تقليدي. إيه. قديم جدا. اي وايد حلو عجبني. ايش بنحط؟ بنحط الطحين. ما ساعدك هاي طحين رقم واحد. واحد زين شلون ينزل اسوي لك؟ خلي عشان ما تخيسين عمرك. هذه جميع الاستخدامات صح؟ خباز خبزك يا بود نصا. هذه امثالنا. معنا الاخت ام شهد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. بناخد... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك أختي. كل عام وأنت بخير وأم خالد. وأنت بصحة وسلامة حبيبتي. أخبارك؟ الله يسلمك. بس أسأل عن القيمات. القيمات يلا اليوم قاعدة عند التلفزيون ولا تروحين لا يمين ولا يسار. عشان ما تسألينا بكرة. خلاص؟ أنا أسأل عن الطحين اللي يقولون الطحين الخميرة إيش هو؟ طحين بالخميرة هذه يصلح حبيبتي حق الخنفروش أكثر شيء. اذا حطيت الطحين احط فوق الخميره ولا ما يحطون؟ لا احنا الحين بنحط للقيمات بنحط خميره فوريه. ايه واللي طحين بخميره ما يحطون خميره؟ لا هاي يعني خنفروش. انا ما ادري يعني حد سوى ما اقدر اقول لك، يمكن حد يسوي طحين كذاك القيمات بالطحين بالخميره بس إيه يمكن بس حد مجرب. احط فوق خميره ما يعني ما يصير تضيف هو الله. هو اصلا في خميره يعني هو طحين بالخميره. ما اقدر افيدك في ذا الموضوع يا بنتي. زين القطر خليه سايل ولا ثقيل؟ شوفي هو سايل احسن عشان تشرب للقيمات، يعني مو بسايل كلش على الطرق مياهي، لا خلي بين البنين على تشكيله العسل. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبتي. شكرا لك اختي شهد على تواصلك معنا، وطبعا اذا كنتي تبين تشوفين للقيمات فهاي فرصتك. الحين تونا بادين حاطين طحين جميع الاستخدامات، والحين بنبلش نحط رقم 2 الطحين رقم 2. الحين حطينا رقم 1 اللي هو جميع الاستخدامات ورقم 2 اي خلاص السكر طبعا خلاص ما يحتاج ايه. بنحط لنا تقريبا فنجان سكر. خلصنا. اعطيني دعاء امي قفشه صغيره فديتك اليوم. يما القيماتنا بايش؟ باللبن ولا بالبطاطس؟ باللبن امي. فيها بيضة بدنا ملة. هاي البيض نوعه غير؟ والله تشوفه حمر. لا هاي أمريكي. إذا اليوم بال
هذه حبيبتي الخميرة. قفشتين صغار. قفشتين صغار خميرة. وبنحط قفشتين بعد ميدو. ميدو. معنا الأخت مروة ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أختي مروة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ مع السلطان مو بمروة. السموحة أخوي، هلا فيك أخوي ومبارك عليك الشهر. الله يبارك في عمرك، الله يعود علينا كل سنة وكل عام إن شاء الله. اللهم آمين. بغيت أسأل أم خالد شلون يسوون القرص؟ القرص بالتمر والقرص حار. القرص اللي هو مال اليمر على الجمر. ايوه صحيح. هذه امي تاخذ التمره وتنقعها بماي وبعدين تشيل عنها تشخلها، كان عندك مشخاله وعندك طحين رقم 2 وتعجنها، تخلي العينه عندك يابسه لا تخليها لينه رخوه، وتسويه مثل القرص مدور. عاد عقب ما يطيح عندك الجمر تخلي روح تزيح منه عن التنور مني ومني وتنزله وتجيب اليمر فوقه الثاني اللي الاطراف وتحطها فوقه، بس امي مثل اللي تحط عليه عقب خلاص سبحان الله تشيل. عاد تبي تفركه تحط عليه السكر، تحط عليه الزعفران، تحط عليه ماي الورد، هذه هو امي هاي القرص. عاد ان شاء الله بتسوونه في حلقه من الحلقات ولا؟ والله عاد وين نجيب اليمر احنا لو بنسويه؟ الدوا تنباع في اي مكان. مو مساله الدوا يا يبا، احنا مو بقاعدين في البر. ايه ما عندي. وبغيت اسالك هو اسمه فريد بالفاء ولا فريد بالثاء؟ والله شوف الاوليين كل حد له منطوقه، حد يسميه فريد، حد يسميه ثريد. الاوليين تعرفهم يعني مو متقيدين بالحروف اللي هي حروف الابجديه، كل ما طرى عليهم، حد يسميه ثريد، حد يسميه فريد. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. الله يسلمك. شكرا لك اخوي سلطان على تواصلك معنا. احنا بنخلطه. دعاء امي بس نبي نحط في هذه نكسرينها لنا في المل لا نخاف انها تكون خربانه. معانا الاخت مروه ونقول الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلون انا دي؟ هلا فيك اختي، مبارك عليك الشهر. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلونك حبيبتي؟ الحمد لله الله يسلمك. شلونك ام خالد؟ الله يسلمك امي الله يعافيك. ام خالد انا بغيت اسال عن الهريس. أمي اسألي حبيبتي. نقدر نحط الدجاج بروحه نغليه في الماء بعدين نخلطه مع الهريس على أساس ما تنخلط الأسفرة معه؟ لا أمي، لأن عندك ماء الدجاج هو بتصير نكهة الهريس، بصير عندك نكهة الهريس خالية. ما في نكهة أمي، يعني عبارة أنت حين خدتي الهريس وسويتي على ماء. إيه عرفتي، لكن اللي كان معاه ماء الدجاج مرقة الدجاج بتكون أحلى من الماء الخالي. إيه حبيبتي مشكورة. عفوا أعطيني أمي الجيك. شكرا لك أختي على تواصلك معنا. الحين بصب باكت البيضة. ما أخلطها لك؟ لا، حطيت طحين رقم 1 وحطيت طحين رقم 2، حطيت خميرة وحطيت سكر، والحين بحط البيضة. بيضة ولا سودي كله واحد. الحين بحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. صبي الماي عليك. الماي ماي هذي ايه اجيب ماي صبي عليه ان شاء الله. صب على اللبن. على اللبن. المرة اخترنا لكم عجينة للقيمات باللبن، أنا مو متذكرة بس تقول بنتي إن إحنا سويناها العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين أنتي قاعدة تعينين الخلطة كلها مع بعضها. أيوة. الحين نخلطها كلها. يلا مي، الحين زديها مي. أزيد مي؟ أيوة. بعد أصب على الهاي ولا على طول عندك؟ أنا عندي. بسم الله. أنا وقفت ما قلتي بس يعني أتوقع إنه شوي شوي نزل. إيه بس شوي شوي عشان ما تصير بعد عندنا رخوة وايد تصير لينة. هي عجينة للقيمات أهم شيء إنها تكون ماسكة في بعضها بعد حتى لا يتسبينها. لا هي تكون كل ما كانت شوي بين البينين أحسن. عطتك يقولون الأوليين اللي صبيناها وكانت متينة هي بتتكور بتعطيك نتيجة حلوة في التكوير، لكنها داخلها بيكون صلب.
صوم يعني عجين. الحين إيه. إذا سويناها شوي لينة بتكون داخلها خلو. صبي بعد؟ إيه. احنا نبي انا ابي اشوف القوام الحين يعني اللي انا عملنا اعرف انه خلص الحين عجينتي ممتازه حق للقمح. ايوه امبراويج. تعرفي ما تبتدين تفكرين بهالافكار كلها الا لما انت تجربين تسوين بنفسك. اي صحيح. في يوم جربت سويت بنفسي قعدت افكر خطيره هذه المعلومات الصراحه. شلون سويت القمات؟ شفتي شلون؟ ما قلتي لي ولا استشرتيني يما ترى تعالي. اهم شيء بفاجئك. بتفاجئين احسن مفاجاه. بس بشري عسى ان شاء الله الدرس زين وكل شيء سويتي عدل. بتشوفي بعد شوي. بعد اتوقع بس الحين تشوفيها شلون. بس نحط عليها قصري علي من هذا كات شيلي ذي عنك تحملي تحترقين. بسم الله. خلاص اقصر عليه خليه على نار متوسطه. ايوه تشوفيها الحين امي هذه قوامها. إيه. ليه ما الحين انا كنت ماشيه صح؟ ايوه الحين بس دعاء عشان انت يدك نظيفه دري عليها بس شوي زعفران. انا بغسل يدي. نضيف يما ماي ورد عليه ولا لا؟ لا ما يورد لا. تعرفين حطيت زعفران. الزعفران وانتي تصبينها بيكون فيها خيط فبتكون حلوة يعني. يعطيها لون ويعطيها شكل الخيط فيها شكل الزعفران. بس من فوق خليها خلاص. ما اخلطها. لا كذي أحلى. بس نفرتيهن. حطيتي وايد. يلا معنا الاخ محمد من الرياض. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يمسيكم بالخير وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. وانت بصحه وسلامه. بغيت اسال ام خالد الله يعطيها العافيه. الله يعافيكم. اي بالنسبه لطبخه تمس العفريت هل اللحم يكون مثلا من جزء معين من الخروف يعني هبر مثلا او إيه؟ عادي؟ والله شوف هو كل من كان هي الفصلة حلو فيها. عندك الورج حق الثريد وايد حلو يعني لا طعم عشان هبر. كل ما كانت هبرة كل ما كانت ألذ فيها. اي معقول معقول. طيب بالنسبة للقيمات هي الخنفروش؟ لا يبقى الخنفروش غير. الخنفروش يعجنون على بيض وحليب. للقيمات تنعجن لها حين لها عدة أنواع يعني لها عدة طرق. حد يعينها على بطاطس، حد يعينها على روب، حد يعينها على لبن، حد يعينها على قشطة، يعني كذا نوعوا لها دخلوها في التطور مسكينة. عموما إن شاء الله يكون سمع لأن قطع الاتصال فإن شاء الله يكون سمع إن شاء الله. خلال التلفزيون الحين يما الحين بنبتدي في الكلاي عشان نقول لها إحنا عاجنين العجينة. احنا عجنين العجينة وخامرة عندنا الحين بنبتدي نسوي للقيمات. معنا الأخت أم محمد من الخور نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. هلا فيك أختي مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلونك في الدعاء؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يسلمك. شلون أم خالد حبيت أكلمها؟ تفضلي حبيبتي. شلونك أم خالد يعطيك العافية. الله يسلمك حبيبتي. ما قصرت على هالبرنامج. الله يطول عمرك. الله يسلمك حياتي. الله يسلمك. انا والله يا ام خالد من العام اطبخ طبخاتك. بشري عسى ان شاء الله كلها زينه وعجبتك. في منهم اللي مشي الحال وفي يعني اللي الله كريم. ليش يعني مو بسهله؟ يما كنت بسالك عشان موضوع الشيره مالت القيمات، هو لازم نسوي شيره ولا نقدر نستخدم عسل؟ لا تقدرين امي تستخدمين العسل، تقدرين ترشينها بقليل ماي ورد. رشاش بس وبعدين تنثرين عليها سكر امي وهيل بعد حلوه. مو بلازم تاخذين الشير امي مو بضروري ترى. لا انا قلت ما تعرفين المراجع ليش لا مثل الطريقه التقليديه الشير اللي احنا نسويها فعسى على هالاساس يعني. وعندك الدبس بعد حلو امي دبس أيه حلو في الايه. الله يسلمك. يما انا حابه اقول لك ما شاء الله في الطبخات ليه كنت تقدر تسوي لنا مندي تتعلم على يدك. والله ان شاء الله. والمندي طبعا حق هلا يقول مثل ما قلت انا حق بنتي دعاء
عط الخباز خبزك لباق نصه، لكن ان شاء الله نحاول ان احنا نسوي لكم. وان طبعا مو مثل جيد اللي يسوونه هلا، لا بس على عرفنا ما شاء الله، يعني كل طبخاتك بالعكس سهله وواضحه، يعني والله خطوه بخطوه تسوينها. الله يطول عمرك الله يسلمك، دعاء الله يسلمك، الله يعافيك. شكرا لك اختي على تواصلك معنا، يعطيك العافيه. يما لحظه قبل تحطين خلينا نشوف مع بعض تجربتي انا في الجيمات. نوطي عليه ان شاء الله، بوطي عليه نشوف معكم مشاهدينا تجربتي في الجيمات ونرجع نكمل مع ام خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في التقرير بسوي لكم إن شاء الله أكلة سويناها أنا وأم خالد رمضان اللي فات أكثر من مرة وتكلمنا عنها وايد في حلقاتنا. اليوم بطبق للجيمات، وطبعاً عقب ما رجعت وشفتها في اليوتيوب عشان أسترجع المكونات والمقادير حضرتهم وجهزتهم وبطبقهم معاكم اليوم خطوة خطوة إن شاء الله. والحين ببتدي أخلط المكونات والمقادير اللي عندنا عشان نسوي عجينة للجيمات. نبتدي مع 3 أكواب للطحين، جميع الاستخدامات نخلطها مع طحين رقم 2 نص كوب، وعندنا 2 ملاعق صغار كاستر بنخلطهم، بنحط على الطحين 2 ملاعق أو 2 قفشة صغار خميرة، رشة زعفران، قفشة كبيرة سكر، وتقريبا نص كوب البطاطس المهروسة. نجيب الماء عشان نخلط الكاسترد أو المحلبية، لازم نخلطه مع الماء، ولما ينخلط تماماً نصبه على الطحين ونخلط المكونات كلها مع بعضها بالماء. مشاهدينا عقب ما خليناها ساعة عشان تخمر خمرت معانا وشكلها يبشر بالخير، إن شاء الله تطلع معانا حلوة في القلاي. طبعا أنا قلت من قبل حق أم خالد إنها تطلع معاي فيلة وأرانب، أتوقع إن الفيلة والأرانب هذه السبب فيها إن أنا ما أعرف أصب الجيمات. طبعاً المحاولة الأولى ما ضبطت معاي، الحين بجرب محاولة ثانية. سمعت إنه ممكن تطلع دواوير إذا جربنا نصبه بالقفشة، فبجرب الحين أسوي الجيمات بالقفشة ويمكن يضبط معي. بسم الله. هو كعجين ما في مشكلة، بس كدواوير هي المشكلة.
يعني أنا عقب هالتجربة أقدم تحية كبيرة حق أم خالد بصراحة، حق البركة اللي في يدها، لأن جد طلعت للقيمات شيء مو بسهل. بعد عدد لا حصر له من المحاولات طلع معنا هاي الشيء القريب من القيمات، يعني أقرب شيء ممكن يطلع، وأتوقع إن شاء الله إنه يكون الطعم يعوض. فبحط عليه الشيرة وبعد الشيرة بزينه بالسمسم، وبكذي أكون خلصت طبق للقيمات وفيه العافية. هاي ما رجعنا لكم مشاهدينا. طبعا انا اقول هاش رايك فيني؟ لا فيك، اول تجربه اعتقد يعني ممكن يطلع مني، يعني يطلع مني مع الوقت ممكن تصير القيمات مدوره بس على فكره بعد التصوير هذه جربت سويتها وشفت طريقه يدك شلون طلعت معي مدوره تقريبا، يعني احسن من الطريقه الاولى. ايش رايك اليوم تجربين تعلميني؟ يلا خلنا علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. طولي علي بارد 9. ايوه شوفي خلي يحتر شويه دهنه، يحتاج زيت حار طبعا اساسا يعني يكون. اذا يما على ما اجهز انا حق تجربتي خلينا احنا ومشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاهم للقيمات. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم طبعا للقيمات والهريس. اقصر على ال الزيت اخليه على نار متوسطه. ايوه بجرب معك واحده عن خاطري. يلا جربي بس لا تضحكين اذا ما طلعت مدوره. يلا رصيها بس. خلص اعتقد هاي اكبر شهاده ان انا صرت اعرف اسوي للقيمات. شوفيها تقولين بها شو بترصينها؟ هذه مالتي يما. اصغر من نكتب عليها اصغر من القيماتك. يلا يلا تعالي تعالي عشان تعلمين واحده وثنتين. معنا الاخت ايمان ونقول الو السلام عليكم. اما ما يوصلونا بيها. السلام عليكم اختي ايمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا فيك، مبارك عليك مبارك عليك الشهر اختي. تسلمي ايديكم على الحاجات الجميلة اللي انتوا بتعملوها والله. الله يخليك. كنت عايزة اسأل ام خالد على الهريس الدجاج. ايوه حبيبتي امري. لا الامر حضرتك حطيتي الدجاج بالجلد بتاعه بالعظم. ايوه. هل ينفع نخليه من العظم؟ لان لو شلنا العظم من الدجاج ده بيبقى سهل، يعني هل ينفع نسويه مع الهريس بدون العظم وبدون الجلد؟ اي حبيبتي تشيلينه تاخذينه وتسلقينه في نفس الماي، وبعدين لين يجي تحطين الهريس طلعي الدجاج برا وحطي الهريس خلي يطبخ. الوقت اللي الهريس يطبخ ابتدي انت شيلي الجلد وشيلي العظام وشيلي اللي تبينه ورجعي مره ثانيه على الهريس وخلاص حبيبتي. خلطي وحطي عليه القصدير بس حبيبتي وحطي على نار هاديه وانسيه. يعني لازم اسويه مع عظم ومع الجلد. ايوه لازم يطبخ عشان يعطيك طعم وبعدين شيليه. متشكره قوي. عفوا حبيبتي. شكرا. يعطيك العافيه اختي وشكرا لك على تواصلك معنا. تبينا نساعدك في الهريس شيء؟ احنا طبعا غطيناه ووطينا عليه النار. خليناه على نار واطيه. أنا حضرته من قبل لأن الهريس كل اللي عارف أنه هو ياخذ ساعة ساعتين فحبينا نجهزه من قبل
ويبنى لها. بس هو في الخطوات الطبيعيه ان احنا مثلا يطبخ نغطي صح اي مي ونوطي النار ونخليه كذي مغطى بالقصدير اي عقب ما كم ساعه حبتها خلاص صارت نصين نهوس عليها تعطينا نتيجه انه خلاص لينا في يدنا خلاص نزلنا وحطينا ملحنا وسلفرنا حطينا عليه القصدير وخلاص نبتدي نحطه على نار هاديه. شوفي الحين بعطيك انا معلومه دهننا حار قولي ليش؟ لأن طلع هذه معناته الدهن عندنا حار يعني زين ولا مو زين؟ لا مو زين لا كان الدهن حار نبتدي شو نسوي نزيده بدهن بارد عشان المشاهدين يعرفون اذا كان الدهن حار عندنا على طول نسقط يكون ان يدنا اسرع من الذي يكون انه يبرد عندنا كل ما حطينا للقيمات بردت عندنا برد عندنا الدهن. ايش رايكي الحين انا ابتدي اشوف الهريس يلا حبيبتي واعطيني بس المضربه وابتدي انتي قلبي للقيمات ومني انا ما ترس الطابه معنا الاخت مريم من السعوديه. الو السلام عليكم. هلا عليكم السلام. هلا فيك اختي مريم. الو الو هلا فيك اختي مريم. هلا ريم ريم مش مريم. هلا فيك اختي ريم. هلا ممكن اكلم خالد؟ تفضل مرحبا حبيبتي. تفضل يا امي. هلا يما شلونك؟ مبارك عليك الشهر. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين حبيبتي. امين يا رب حبيبي. بس الاسماء عندنا بقطر. اي امي هاي انت تصونها ولا موجوده اساسا بقطر؟ لا والله هذه يسمونها هي السمن امي بس ان الاوليين سموها ولا هي السمن وهي دهن العداني وكله اياها امي. فديت تسلمين حبيبتي. الله يسلمك امي حبيبتي. كل الشكر لك اختي ريم على تواصلك معنا. ابتدي انا قلب هاي ولا بوشو؟ لا اول بالقفشة عشان ما تتلاصق. هذي؟ ايوه. خلاص الحين انا ببتدي على الهريسة. هذه بشيلها عنك. يعني الحين انا بقلب القيمات؟ القيمات دليعه ترى تبي تدلع. يعني شلون ادلعها؟ دلعيها قلبيها. شلون يعني مو فهمت شلون يعني بروج. اقلبها على طول تقصدين؟ ها؟ اقلبها على لا طول؟ لا دلعيها دلعيها الحين بروج شلون تدلعينها. يا ريت يا ريت يعني تروني شلون ادلع للقيمات؟ انا بروج شلون الظهر عشان كذي مو ماشي حالنا مع بعض. دلعينها كذي انا شوي شوي تقصدين؟ ايه دلعينها تقلبينها هاي كذي دلع. يبي لها صبر. لا طلعتها من هنا وين احطها؟ اجيب اي يبي الحلاوه. اجيب هذه ما اي امي زين اعطيني انا انت خلنا اجهز لك انا ذي عشان ابتدي في الهريس يكون ما ننسى هذه هي الشيره نسميها فيها زعفران طبعا هذه ما مكوناتها تكون سكر وماي وليمون. المقادير كوب وكوب كل كوب سكر له كوبين كل كوب سكر كل كوب كوبين سكر له كوب ماي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نسيت ما قلت لك دعاء. وشو يما؟ شو اسمه الوسطية وين؟ هذه إيه قصدك يعني هذه إيه هاي عن شو اسمه عن الشوربة إيه الله يسلمك عقب شفتين انت عقب ما زاد الماي بدل ما نحن نرمي الماي يكون عندنا خذنا الماي ويكون صحي سوينا عليه شوربه يكون نستفيد منه بدل احنا ما نرمي وتكون شوربه صحيه شفتي بنحط الحين عليه غليظه شوي كان اي بزيدها شوي ماء حار بس و هذا الحين هريستنا شفتوها الحين انا ببتدي اضربها ما تحتاجين امسك لك ال لا ما يحتاج الهريس يبي كل ما اختلطت ال خلنا ازحمه عندي كل ما اختلطت البيدوم مع الحبه خلي بس دعاء كل ما كان احسن وهي تاخذ لها الاول تاخذ لها ورمة اما سكين هاي احسن نرفع هذه
بنرفعها ايه خلاص بنرفعها هي ارفعها شوي بس حسبي هذه لازم نرفعها بعد عن الهريس الحين يستخدمون له مكاين فالمكاين بتكون تخلط العظم صبيبه فخره يتحملي بنديها اعلي الزيت هني على القماط اخليها على زيت عاليه لان لا بتحترق تحتاج هي وقت شي على النار ايه تبلع فالمضربه احسن يعني انطع المكاين الحين يسوون بالمكاين فبتكون المكاين تخلط العظم مع الهريس بس المضربه احسن كل سبحان الله كل طريقه الاوليين احسن شوف عنك تبين اجرب انا اضرب الهريس وانت تشوفين للقماط خلاص خلطناها وانتهت احنا محاضرينها من قبل بس روي حابين نروي بناتنا الطريقه شلون طبعا مشاهدينا اليوم خلص وقت الاتصالات يا ريت لو حد حاب يتواصل معنا او اي استفسار حق خالد في الايام المقبله ان شاء الله بتكون في فرص اكثر نبي نحط الشوربه بس نبي نحط الشوربه نشيل هذه احط الشوربه اي حطيها وينها شوربتنا حطيها هي عاليه واطيه وسط اي واطي خليها عاليه لا هذه خليها تسعة عاليه وهذه تتم على نار واطيه اي لا الحين زيديها ازيدها اخليها على نار عاليه ولا شوي وسط وسط خلينها ان شاء الله الحين بنشب بالهريس وبعد بالدهنة القطرية الحين بنشب هريستنا ما شاء الله طولي علي الحين عندك على القماط اخليه على نار عاليه ايوه طولي علي ان شاء الله تحتاجين يمه الدهنه حق الهريس اجيبها لك؟ ايه ايه اعطيني اياها سوينا لكم اليوم هريس على دجاج والقيمات اليوم بعد اكلتنا اكله تقليديه اعطيني بس فاين فاين ايش الشيء هذا احنا نحط الدهنه القطريه فوقها صحن تقصدين اي صحن نسموها هاي تصبيط الاول يسمونه ذي تصبيط الاول بعد الناس ما يجسمون في حرارات ولا يجسمون في كل صحون ولان يات رعية البيت تدق الهريس يا واليهال بزرانها عيالها عيال جيرانها يلا اليوم عندنا هريسة تلقى عطت كل واحد صحن قالت يلا يبا ودي بيت فلان ودي بيت فلان واليهال ياكلون نصه لين يوصلونه فانا لقطة ولا شيء يما الشوربة تطبخ اجيب المكونات إيه مالتها بس عليها حطي عليها الجزار وكذي الخضرة اللي انت مقطعتها إيه مي عشان حرام نكت الماي وحق ربات البيوت نزين وللقيمات يعطيهم الصحة والعافية أخليها عادي؟ إيه خليها أي دليل على عنها ما تخترب تقولين خربتيها بعدين تغمج من جهة وجهة لا نسوي فيها حفرة هاي الأوليين يسوون فيها حفرة حق الدهينة يصبون فيها أجيب كل المكونات؟ إيه مي بس يبيها وكتي عليها خلاص نخليها تطبخ نشوف راوي المشاهدين
هاي عندنا الخضرة المقطعة. الكتي عليها بس. أحط الخضرة بس ولا أحط كلها؟ أحطيها على بعضها. في عندنا فلفل أسود وعندنا المرقة هذه مكعبات المرق. أحطها ولا؟ إيه كلها من كلها يميع. يبيها عنا كان معها. استفدنا من ماي الهريس وشوربة صحية بدل ما نرميها. هاي كوسة مع بطاطا اللي هو علي ولا؟ علي ولا. وهاي بصل مع جزر مع جلجلة وقفشة كمون اللي هو سنوت وقفشة فلفل أسود وحطي الموجة عليها. كم مكعب أحط من المرقة؟ اثنتين أمي. بنخلطها. تحتاجين قفشة يعني؟ إيه أقل خلاط بس. القيمات الحين يحتاج وقت. في عندنا هنا طبق آخر نهائي بس يبي له سمسم. طبعا خليها تاخذ وقتها بس في المقابل يما انت مجهزت لنا واحده شربتنا. ايوه خلاص خليها سويها عقب ما انا عقب ما سكرت الهريس لازم اخف مايه، لقيته ما يحتاج ماي زياده خفيت الماي فبدال انا مرميه هو صحي هناك له فوائد كثيره يعني استخدمته حبيت اني اسوي شوربه مني هنا نستفيد منه مني اكل صحي وحطيت فيه الكوسه والعلي ولا مقطعته صغار وبرشت عليه جزر وحطيت عليه جلجلان وفلفل اسود وكمون بس بخليه يطبخ شويه وخلاص. حطي السمسم عليه. يا هذي كريمة. حطي سمسم امي على ال هاي. ايوه على ال طبعا يما وصلنا الحين مع هالاطباق الحلوه لنهايه حلقتنا لليوم ونقول لهم اليوم كانت أطباقنا الهريس بالدياي وللقيمات والشوربة لا تنسينها والشوربة طبعا من المرقة اللي زادت من الهريس ونقول لهم فيه العافية ونلقاكم باكر على خير.